تتكلم فيه مقابلة الآية في النهاية وهو أمر لا يجوز. على كل حال أنا لا أريد أن أتجاوز هذا المقدار وهذا الحد، لأن هنالك جزئيات كثيرة في هذا الأمر مدروسة حتى في قضية تبرع الطفل الصبي القاصر، هل تطلب يطلب منه طبعا وهو ليس له كلياء أم ينظر إلى ولي، هذه أشياء كلها أصبحت الآن مدروسة من الناحية الفقهية، وإنما نحتاج كما قلت إلى نوع من التواصل مثل هذه اللقاءات الجيدة وإلى التعريف، إلى تعريف الناس في المغرب لأن الكثير من الأشياء التي يظنها الناس الدين هي ليس دينا، هي جهالة أو أشياء توارثها الناس. ومن هذا القبيل كما قلت اعتقاد بعض الناس أن العضو إذا كان الإنسان غير مسلم، إذا كنت أنا مسلما وأعطيت عضوا لإنسان غير مسلم كافر فهذا الأعضاء ليست فيها كافر ولا مسلم. الأعضاء والأجسام البشرية يتعامل معها الإسلام على أنها كلها طاهرة. حتى حينما يقول الله تعالى إن المشركون نجاسة يقال إنها نجاسة حكمية للكفر لا للجسد. ولذلك اعتبر الشرع أن جسد المسلم أو ليس نجس، ليس ينجس منه إلا ما هو نجس بالجميع. في الأشياء والسوائل التي تخرج من الإنسان وهي نجسة هي نجسة سواء صدرت من مسلم أو من كافر، ولكن الجسد في حد ذاته من حيث هو طاهر. ولذلك أجاز الشرع للرجل المسلم أن يتزوج المرأة الكتابية، وهو إذا تزوج بها ارتبط بها وخالطها في ريقها وخالطها في لعابها بمعنى أنها هي وهو على حد سواء. إن الإسلام لا يعتبر أحد من البشر في ذاته نجسا، وبالتالي فهذا وهم تسرب به الناس من حيث أنهم إذا كانوا مسلمين لا يعطون لمن ليس مسلما. وأختم بهذا الشاهد على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة المنورة وجد فيها مجموعة من اليهود مساكنون مسلمين، فعقد معهم حلفا، وكان هذا الحلف هو حلف الدفاع المشترك. ومعنى الحلف الدفاع المشترك أن اليهود إذا هجموا فإن المسلمين يكونون معهم فيدافعون معهم، ومقتضى هذا أنهم سيموتون من أجلهم. وفعلا فقد مات المسلمون من أجل غيرهم مرات عديدة، تاريخ دافعوا عن غيرهم وماتوا واستشهدوا، ولكن لم يكونوا معيدين عن الإسلام أو عن المسلمين، بل دافعوا عن أحلافهم وعن شركائهم. وقد دافع المسلمون في المبال في كثير من المرات، دافعوا في أوروبا ووقفوا النازية وماتوا من أجل أن تسلم أوروبا. فهذا الفكر هذا ليس هو الفكر الحقيقي الذي يجب أن نصل إليه وأن نتحدث عنه، خصوصا أننا في وقت ربما نكون نحن متضررون. إذا نحن قلنا للناس أننا لا لن نفيدكم بشيء ونشكركم معكم في هذه الشركة، فأهلنا هم الذين يحتاجون أكثر. أنتم لاحظتم أنه في إحصاءات التي قدمها الدكتور الضني أن أكثر العمليات التي أجريت في مستشفى الشيخ زايد بن سلطان هي عمليات مرتفعة بسبب أن هنالك استيراد لهذه الأعضاء. استيراد من أين جاءت؟ من غير المسلمين، ولولا ذلك لظل المستوى بالنسبة نسبة منخفضة، بمعنى أننا لا يمكن أن نصرف هذا، نحن محتاجون أكثر. وفي نفس الوقت نقول كلاما لا نستطيع أن نتصل، فمرضانا يذهبون إلى وهذا الأمر هذا هو من أدري من أين ذكرته في هذا البحث. هل نحن الآن نتبادل تبادل الدم؟ هل يجب أن نضع فوق كل مثل علبة دم من الدماء التي نأخذها ونعطيها أن هذا دم مسلم أم لا، خصوصا في البلاد التي يقع فيها مثلا تحاقوا الدم في مصر متى يعيش النصارى والمسلمون أو في بلد يعيش اليهود؟ هل ضروري أن يكتب ديانة ديانة الشخص يقول هذا دم المسلم يعطى للمسلم وهذا دم اليهود يعطى اليهود؟ طبعا هذا ليس سليما وليس صحيحا وليس له أثر في الحياة في الفقه الحقيقي. طبعا يقوله قد يقوله ناس، لكن الذين يقولونه لا يقولونه لأنهم يعلمونه علميا كينيا، وإنما لأنهم يتعصبون لشيء لا يعلمونه. ولذلك وجب دائما إعادة هذا النظر في هذا الأمر. وبالنسبة للإخوان إن شاء الله أن نتحمل مجموع الفتاوى الصادرة ضمن أكثر من كينيا.